أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من تواصل دوت كوم. في هذا العدد سنتوقف عند الواقع الصحي في محافظة البصرة، والأخبار تتحدث عن إصابة ما لا يقل عن 7000 مواطن بتسمم البكتيري. في الملف الثاني سنقف عند مظاهرات البصرة المتواصلة واعتداءات القوات الحكومية في محطة قطار المعقل على نشطاء قدموا من بغداد إلى البصرة، والختام سيكون من محافظة بابل، وهناك طفلة تتحدث عن الظروف اللا إنسانية التي يمارسها بعض الأطباء بحق كثير من المرضى لا سيما كبار السن منهم. أهلا بكم. البصرة تسجل أزيد من 6000 حالة إصابة بالتسمم البكتيري، المزيد في سياق المقطع القادم. استمر حول التسمم في البصرة، هناك كارثة حقيقية للاستنفار حول التسمم مستشفيات البصرة، مستمرين. إذن كما نشاهد بأن هناك عشرات الحالات من حالات التسمم والتي قللت منها وزيرة الصحة. في البصرة أيضاً وفي ذات الموضوع، الملف الصحي وتردي الظروف الصحية للعديد من مواطني البصرة، وزيرة الصحة عديلة حمود تقول إن الأزمة مبالغ فيها والأعداد المذكورة غير صحيحة. نتابع. حقيقة كل الإصابات الموجودة والحالات هي حالات بسيطة عولجت تحفظياً أثناء دخولهم إلى المؤسسات الصحية وأخرجوا متحسنين. الفترة الزمنية للحالات المتوسطة التي عولجوا في هذه المؤسسات لم تتجاوز 3 أو 4 ساعات بقاهم في المستشفى، ومثل ما ذكرنا هي حالات بسيطة ولم تسجل أي مضاعفات ولم تسجل أي حالة وفيات، و معظم الحالات هي حالات مغص لكن لم تتجاوز حالات الإسهال 1500 حالة، وتم إجراء الفحوصات والزرع لهذه الحالات. شكلت لجان متابعة من الدوائر المعنية، يعني من وزارة الصحة والبيئة والبلديات، لجان مشتركة بالتعاون مع المحافظة لمتابعة كل محطات الماء، وممكن أنه نعمل كفريق عمل من هذه اللحظة حتى أنه نقطع الطريق أمام أي حالة تلوث في المستقبل، لأنه مقبلين على انخفاض لدرجات الحرارة، فنخاف من القادم قد يكون أسوأ وممكن أنه يتفشى عندنا وباء، لكن نعمل من هذه اللحظة. من واقع البصرة أيضا والظروف الجارية، الفيديو القادم يعرض عليكم جانبا من المأساة المتواصلة. نتابع. جهالنا مرضى، احنا متمرضين، معناته ما ذبحنا ذبح من البصرة. شنو رايك اليوم تصريح وزيره الصحه تقول حالات بسيطه؟ يا بسيطه، احنا تدمرنا، عوائلنا تدمرت، حاله حتى ما يسمح 3 أيام 4 أيام على مود الماء المالح موتنا. هي طبعا هي بقت 10 دقائق بالمستشفى تقول شفت كل الحالات. يا والله هذا الحكي ما اكون، احنا شبعنا ضيم، شعب متبهدل، البصره تبهدلت، عوائل كلها تبهدلت. موت الأطفال، وكو حالات مستعصية أصبحت الأطفال، وهذه كلها تلب يا وزير ولا شيء، هذا من صالحك تحكي طبعاً. أكيد شيء من صالحك. نهر أبو الخصيب في البصرة كيف تحول إلى اللون الوردي؟ تحول إلى ذلك بسبب تلوثه أيضاً. نتابع. ابوي اشوف هاي نهران ابو الخصيب، انا بالسياره اصور، شوف شايف لك نهر وردي، هذا نهر وردي، هاي نهران ابو الخصيب، ويريدون طلع عندنا زراعه، شوف بعينك، شوف نهر وردي، نشتكى لله. Thank you.
الآن إلى ملف التظاهرات وكيف تقابلها القوات الحكومية في أكثر من منطقة في محافظة البصرة. البداية ستكون مع اعتداء الشرطة الحكومية في محطة قطار المعقل على ناشطين قادمين من بغداد إلى محافظة البصرة. من محطة المعقل اعتقلوا ولد نور مهنة علي مهنة اعتقلوه وضربوه منا. يلا يلا طلعين. طبعا الأحزاب نزلت بلاد معينة واعتقلوا علي مهنة. فتح العلم. واحنا هنا اليوم اعتقلوا واحد صاحبنا البصرة جاي نسافر البغداد وما خلانا نرجع البغداد. ما خلانا نرجع من اجل البصرة. زين يقولون هاي ام البس ما تسافر. يقولون هاي ام البس ما تسافر. اللي يسوي بس ما تسافر. احتقلوني هنا. نطالب من كل النشطاء من كل غيور على العراق. هذول اجناب الاحزاب. في مقابل مثل هذه الأفعال شباب البصرة ماذا فعلوا؟ توجهوا إلى محطة قطار المعقل واعتصموا هناك مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين من النشطاء. نتابع. في المقطع القادم واستكمالا للصورة السابقة تجمع قرب محطة قطار المعقل حتى إطلاق سراح الناشطين من المعتقلين. شباب رجعنا وياكم البث من أمام محطة قطار المعقل البصرة. هذا التجمع اللي يسعد ويانا شباب شاركنا البث في الجروبات خل العالم يشوف قضيتنا. طبعا بفضلكم بفضل الناس اللي شافت البث زادت الاعداد والتجمع صار قوي. التجمع قوي الاوضاع يعني الحمد لله مسيطر عليه والعمل مستجد. اللي يسعد ويانا هاي من امام محطه المعقل محطه البصره. شباب سوينا مشاركه البث اللي يسعد ويانا بالجروبات حتى يسعد البث. علي مهنة حاليا راح يطلع. الشباب ما قصروا وقفتهم مشرفة وان شاء الله نحاسب اللي مد ايده على المرأة واللي اعتدى على العنصر النسائي من الناشطات الوفد اللي جاي من بغداد. نتابع معكم الآن جانبا من تظاهرات محافظة البصرة بمشاركة ناشطين قادمين من بغداد. Thank you.
في الأيام الماضية كثر حديث مسؤولين حكوميين عن المتظاهرين وقالوا إنهم مدعومون من جهات خارجية، ودليل ذلك الأطعمة التي تحضر إلى ساحات الاعتصام. هكذا تحدث مسؤولون حكوميون للأسف، لكن المقطع القادم يدحض مثل هذه الشائعات وهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، كما يقول كثيرون من مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. طعام المعتصمين في ساحة اعتصام البصرة يدحض مزاعم دعمهم الخارجي الذي تتهمهم به الحكومة الحالية. عليكم يا بغداكم، شنو هذا؟ مين الدعم؟ مين؟ بارك الله بكم، بالعافية بالعافية. شيخ شيخ يا رضا، مين الدعم هذا؟ بس هذول جزاهم الله خير، الناس المارة يصدقون على هاي الناس. للأسف الشديد أن الحكومة العراقية ما تنظر نظرة أبوية لهذا الشعب المسكين. لا درجة حرارة 52 وإحنا تحت حرارة الشمس، وهذا غدانا الحمد لله والشكر. نعم، ألف الحمد لله والشكر اللي ينعت المتظاهرين. بس سوء فهم إحنا فهمناه أو عدم معرفة، لكن إنه تشابه المتظاهرين العراقيين الشرفاء اللي طلعوا من أجل حقوقهم في التظاهرات التي تدار من فرنسا وغيرها، يعني حتى وإن كان يعني عدم اتهام، لكن وجه المشابهة خطأ يا سيادة المعافر. لو كان عندنا دعم من فرنسا ومسوسين أو من غير دول، ما يكون هذا غدانا باجلة وخبز يابس. الحمد لله وشكر نعمة، الحمد لله عندنا مبدأ طالعين من أجله هو الانتصار للمظلومين والمطالبة بحقوق الشعب. بارك الله فيك شيخ، الله يوفقك إن شاء الله. المقطع القادم من بابل، وتحديدا طفلة عراقية من هناك تتحدث عن واقع المحافظة من ناحية صحية، وكيف أن أطباء وصيادلة وأصحاب مختبرات تحليل طبية في المحافظة يستغلون بعض المرضى من كبار السن. نتابع ما تحدثت به هذه الطفلة. بألمانيا كليات الطب تدرس الأخلاق والرحمة أولاً، والطالب عنده كورس تطبيقي 3 أشهر بدار العجزة يخدم المرضى حتى يتعلم إنه الإنسانية أولاً. هذه المنطقة تعجب المرضى الحالمين بالشفاء، بعضهم يوقع بإيد طبيب مليان إنسانية ومحافظ على شرف المهنة، يعاينه مجاناً ويدفع له سعر العلاج إذا كان فقير، والبعض الآخر يكون ضحية لعملية بيع وشراء قذرة أبطالها الطبيب والصيدلاني وصاحب المختبر. بعض الأحيان الصيدلاني يدفع أجار العيادة للطبيب ويدفع الراتب الشهري للسكرتير مقابل أن يوصي الطبيب المرضى أن ما يشترون العلاج إلا من هذه الصيدلية، وأحياناً تكون الوصفة مشفرة ما حد يفهمها غير هذا الصيدلاني. وين الرحمة؟ وين الضمير؟ وين الإنسانية؟ مع كل الأسف الدولة صارت تديرها مافيات، مجموعة تبيع وتشتري بالإنسان ومجموعة تبيع وتشتري بالوطن، وأحنا اللي ضايعين بيها. هذولا لا أطباء ولا صيدلانيين ولا يمثلون الطبيب العراقي، هذولا دواعش. وخلي تصحى وزارتك. إلى فقرة آراءكم الآن. التعدي على من يطلب حقه، مواجهة المواطنين بطريقة غير آدمية ولا إنسانية، هذا ما تخبرنا به الصور التي ستظهر أمامكم الآن. في هذه الصور تشاهدون أمهات وسيدات عراقيات تعرضن إلى الضرب المبرح على يد القوات الحكومية. هذه الصور وجدت صدى عريضا في الحسابات العراقية عبر فيسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال. الآن نقرأ عليكم السادة المشاهدين جانبا من التعليقات التي جاءت رجع صدى على مثل هذه الصور التي شاهدتموها، وكيف تعامل معها جمهور فيسبوك في العراق. الجبري جعفر يكتب: بس اللي ما يستحي يتعدى على نساء وشباب الطالب بحقها. الشاب الجابري يتحدث عن القوات الحكومية وكيف أنها تواجه من خرجوا يطلبون حقهم، تواجههم بالهراوات وبالرصاص للأسف
كما حدث في الأيام الماضية إلى تعليق جديد. في التعليق التالي عماد الياسين يكتب: لو كانوا إيرانيين لم يجرؤ أحد على مسهم أو احتجازهم. عماد يتحدث عن واقع المواطن العراقي في بلاده وكيف أنه لا يملك للأسف حق الحفاظ على حقه بالتظاهر، حق المشاركة مثلا في مثل هذه التظاهرات، حق أن تحفظ كرامته على يد أبناء شعبه الذين وجدوا، كان من المفترض أنهم وجدوا لحفظ أمنه لا الاعتداء عليه كما تفعل الكثير من عناصر القوات الحكومية. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي سامر يكتب، يقول سامر: عبيد للأجانب ولكنهم على أبناء جلدتهم أسود. سامر هنا يعطينا ترجمة لبيت الشعر العربي الشهير: أسد علي وفي الحروب نعامة. هذا ما أراد أن يوصله من خلال هذا التعليق. نذهب وإياكم إلى التعليق الأخير الآن، والذي كتبه ابن البصرة. يقول ابن البصرة: من المفترض إقامة دعوة قضائية في المحاكم الدولية والأمم المتحدة لعدم حيادية القضاء العراقي المسيس والمشتبه بنزاهته تجاه شعبه. ابن البصرة يتحدث عن المشكلة أو الظروف الصعبة التي تعرض لها بعض المواطنين أثناء مشاركتهم في التظاهرات، وكيف أن القوات الحكومية أو عناصر من هذه القوات معروفون بأسمائهم، هؤلاء العناصر اعتدوا على نساء وعلى أمهات وعلى سيدات. بدلا من حماية هذه السيدات وهؤلاء النسوة، نجد للأسف من أبناء القوات الحكومية من يعتدي عليهن بالضرب المبرح للأسف. وهذا الشاب يدعو إلى محاسبتهم من خلال التوجه إلى المحاكم الدولية، لأنه يتهم القضاء العراقي بأنه غير نزيه ولن يتعامل بحيادية أو موضوعية أو أخلاقية إنسانية مع مثل هذه القضية. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. سيف بصرة هو الهاشتاغ الذي أطلق باللغة الإنجليزية ونشط خلال الساعة القليلة الماضية. عموما نقرأ عليكم الآن أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاغ أنقذ البصرة أو سيف بصرة. في التغريدة الأولى حسين يكتب: أكثر من 10,000 حالة من مواطني محافظة البصرة يتوافدون على مستشفياتها إثر معاناتهم من حالات الإصابة بالإسهال الحاد والتسمم. سيف بصرة. هذا الشاب يعطينا رقما للأعداد التي لا تزال بارتفاع متواصل لعدد المصابين بالتسمم جراء تلوث المياه، وللأسف عجز الحكومة الحالية عن إيجاد الحلول، بل ربما تجد من يبرر في هذه الحكومة لمثل هذه الأحداث ويعدها أنها أمور طبيعية وتأتي في السياق الطبيعي. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة الثانية محمد الغربي يكتب: إذا لم تعالجوا أزمة الماء في البصرة اليوم فلا تبكوا وتلطموا على الإمام الحسين غدا فهو بريء منكم. سيف بصرة. محمد الغربي يتحدث عن ضرورة تكاتف أبناء الشعب العراقي يدا بيد من أجل المساهمة والمساعدة بتغيير واقع أهل محافظة البصرة. ضرورة أن تكرس الجهود وتصب هذه الجهود فيما يتعلق بخدمة أهالي المحافظة وتخفيف العبء الواقع على كاهلهم، حتى لا يتواصل مسلسل وجود المزيد من المصابين للأسف، والذي على ما يبدو أنه متواصل. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وكتبها ساجد. يقول ساجد: البصرة خير من الله ما محتاجة، البصرة خير من الله ما محتاجة تبرعات قد ما محتاجة وقفة صادقة من أهلها، ويصيرون يد واحدة بدل ما تلعب بيهم الأحزاب. سيف بصرة. هذا الشاب يريد للعراقيين أن يتكاتفوا وأن يقفوا ضد الأحزاب الحاكمة التي تستأثر بخيرات العراق ولا تهتم لجراحاته ولا لجراحات أبناء شعبه. البصرة في واقعها الحالي خير دليل يساق. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة عبد الإله شبيبي يكتب: أنقذ البصرة كمحافظة وأنقذ العراق كبلاد، أعيد الحياة وأنجز المشاريع والخدمات وأحيو المعامل والمصانع لتقل البطالة والفقر. سيف بصرة. هي دعوة من شباب عراقي لإنقاذ البصرة،
ربما تجد من يلبي من أبناء العراق، لكن هل المسؤولون في القوات الحكومية والحكومة الحالية هل يفهمون هذه اللغة الشبابية؟ أم أنهم لا يفهمون إلا لغات مختلفة حسب مقاساتهم؟ بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. مرة أخرى نذكركم مشاهدينا الكرام أنه بإمكانكم أن ترسلوا المقاطع المصورة التي تلتقطونها للأحداث الجارية في محافظاتكم، في مناطقكم، في الأقضية التي تسكنون بها والنواحي، وأن ترسلوها إلى عنوان قناة الرافدين من خلال زاوية أنت ترى التي أطلقتها القناة، وبالتالي تعرض في الحلقات القادمة من برنامجكم تواصل دوتكم. الآن إلى الفيديو الأخير في هذا العدد، نقص أكياس الدم في العراق وتهديده للمرضى، دعونا نتابع كيف يحصل هذا الأمر. بس المريض دارونا المريض، جيس مال دم ماكو، فلينا ماكو، ما ادري شنو ماكو. ختام التواصل لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، لاحقا نلتقيكم رفقة عدد جديد، كونوا بخير، إلى اللقاء.